فتاة كويتية حفظت كتاب الله المنزل للبشرية وترفع اسم الكويت في مسابقة دولية. تداول مرتادو تطبيقات التواصل الاجتماعي في الكويت إعلان إدارة شؤون القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف في حسابها الرسمي في تويتر عن حصول الكويتية حنين عبد العزيز الكندري على المركز العاشر مكرر على مستوى العالم في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث المقامة في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة أكثر من 74 دولة. تعابير الفخر والاعتزاز انهالت من المستخدمين تفاعلا مع الخبر، وبسعادة عارمة قدموا لها أحر التهاني والتبريكات على فوزها المشرف ورفعها اسم الكويت في المحافل الدولية، داعين المولى القدير أن يبارك فيها ويوفقها بما فيه الخير.